العربية. نعم أنا لا أنسى في أتعلم اللغة العربية. ماذا تطبخ في المطبخ؟ أطبخ في المطبخ، أطبخ أطبخ الرز والكما و الحضروات. أين أقدمها؟ أقدمها في غرفة الأكل. مع من؟ ما تنادي لتأكل معك؟ أنادي أمي وأبي وإخواني. هل إلى الحمام؟ ماذا تعمل بعد انتهى الوظيفة؟ أشتري معقولة في الدكان. كم ساعة تغتسل الساعة 10:30؟ هل تستعد لتصلي الجمعة؟ نعم أستعد لأصلي الجمعة. من آخر هل تستعد لتصلي الجمعة؟ نعم أستعد لأصلي الجمعة. كم ساعة تغتسل؟ أغتسل الساعة 10:30. ماذا تعمل بعد انتهى وظيفة؟ أشتري في الدكان. أي من أين تبدأ أن تنظف بيت؟ أبدأ لأنظف من غرفة الضيوف والساحة إلى الحمام. إلى الحمام. هل تنظف البيت بعد أن تأكل؟ نعم أنظف البيت بعد أن أكل. مع من تنادي لتأكل معك؟ أنادي أبي وأمي وإخواني. أين تقدمها؟ أقدمها في غرفة الأكل. ماذا تطبخ في المطبخ؟ أطبخ الرز والإدامة والحضروات. هل لا تنسى لتتعلم اللغة العربية؟ نعم لا أنسى لأتعلم اللغة العربية. ماذا تعمل بعد أن تتنشف؟ بعد أن أتنشف ألبس اللباس. لماذا أغتسل كي أغتسل كي جسمي رياض. ماذا بعضهم يعملون؟ بعضهم يكنسون في ساحتي، وبعضهم يطبخون في المطبخ، وبعضهم يرتبون في البيت. مع من تعمل وظيفة البيت؟ أعمل وظيفة البيت مع أسرتي. ماذا تعمل في البيت؟ أعمل
أعمل وظيفة البيت. أي يوم تسكن في البيت؟ أسكن في البيت يوم الجمعة. أي يوم عادة عطلة المدرسة؟ عادة عطلة المدرسة يوم الجمعة. لماذا لا تذهب إلى المدرسة؟ أنا لا أذهب إلى المدرسة لأن مدرسة عطلة. كيف هواء الصباح؟ هواء الصباح ريان. لماذا تنذرها؟ أنذرها لأن أجملها خلق الله. من أين الشمس تطلع؟ الشمس تطلع من المشرق. من أين الشمس تطلع؟ الشمس تطلع من المشرق. لماذا تنذرها؟ أنذرها لأن أجملها خلق الله. أي يوم تسكن في البيت؟ أسكن في البيت يوم الجمعة. أي يوم عادة عطلة المدرسة؟ عادة عطلة المدرسة في يوم الجمعة. ماذا تعمل في البيت؟ أعمل وظيفة البيت. مع من تعمل وظيفة البيت؟ أعمل وظيفة البيت مع أسرتي. ماذا تعملون بعدهم؟ بعدهم تعملون يعملون. بعدهم يعملون أن يرتبوا بيتا، وبعدهم يكنسون في الفساحة ويطبخون في المطبخ. ماذا تعمل بعد ما ماذا تعمل بعد أن تنظف البيت؟ أعمل بعد أن أنظف البيت أشتري في الدكان. ماذا تطبخ في المطبخ؟ أطبخ الرز والإدامة والحضروات. من أين تقدمها؟ أقدمها في غرفة الأكل. مع من تأكل أكل مع أسرتي. ماذا تنادي أن تأكل معك؟ من؟ siapa yang kau panggil من تنادي أن لتأكل معاً. لتأكل معاً. أنادي أبي وأمي وإخواني. من أين تنظف بيتك؟ أنظف من غرفة الضيوف وساحة إلى الحمام.
لماذا تغتسل؟ أغتسل كي جسمي كيان. ما ماذا تعمل بعد أن أتنشف؟ بعد أن تتنشف. بعد أن أتنشف ألبس اللباس. هل تستعد لتصلي الجمعة؟ نعم أستعد لأصلي الجمعة. ماذا تعمل بعد تصلي الجمعة؟ أعمل بعد أن أصلي الجمعة لأذهب إلى الغرفة. هل لا تنسى لتتعلم لغة العربية؟ نعم أنا لا أنسى لأتعلم لغة العربية. يوم الجمعة الشمس تطلع من المشرق وما أجملها خلق الله، وهواء الصباح ريان. الآن الساعة السادسة تماما. أنا أسكن في البيت لأن المدرسة عطلة، ثم عادة عطلة المدرسة لأنها في خول المعهد، ثم أعمل وظيفة البيت مع أسرتي، ثم أغتسل لكي جسمي ريان. وأنا لا أنسى لأتعلم لغة العربية مع صاحبي في ساحة البيت، ثم بعد أن أتعلم لغة العربية أنا أذهب إلى المطبخ لأطبخ الرز والإدامة والحضروات، ثم أقدمها في غرفة العقل. أنادي أمي وأبي وإخواني لنأكل معا. بعد أن أكل معا أنا أعمل أنا أذهب إلى الدكان لأشتري معقولة والعصير
لأعتسى وتعبا جدا. ثم أستعد أن أذهب إلى المسجد لأصلي الجمعة في الساعة عشرة ونصف. ثم أذهب إلى المسجد بعد أن أصلي الجمعة. أنا أذهب إلى الغرفة لأستريح فيها.